كأنا عصبية جدا مع أولادي، كيف أتخلص من عصبيتي؟ هذه مشكلة من المشاكل التي تضرب الأسر ضربا شديدا، مسألة العصبية، أن الأولاد لا يرون من آبائهم لا سيما عند الأزمات إلا العصبية المفرطة. ولو أن العصبية هذه في مقامات لكان ذلك أولى، يعني لو أن الإنسان يكون عنيف في بعض المواقف من أجل ضبط بعض الأمور لا بأس، لكن أن تكون الأسرة قائمة على العصبية، فإذا ما دخلت البيت وجدت الرجل يصرخ والمرأة تصرخ والأولاد يصرخون وكأن البيت سوق في شارع، هذه مسألة صعبة وتؤدي إلى مفاسد عريضة جدا جدا. فالمرجو من الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم، وينبغي أن نجعل كل مشكلة في سياقها، لأن سبب العصبية إن احنا بنجعل المشاكل في غير سياقاتها. يعني مثلا افترضنا إن الزوجة تريد مثلا يعني طماطم من أجل أن تطبخ مثلا خضار، الزوج أتى من العمل ونسى أن يأتي بالطماطم، خلاص يمكن أن يتحول مسار الطعام إلى طعام آخر. ما الضير أن الأسرة تأكل طعام ليس به طماطم؟ لكن إيه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث أن الزوجة تقوم ربط المشكلة كلها في الطماطم، فتقوم ثائرة الزوجة فيرد عليها الزوج فالأمور تتفاقم. لابد أن نجعل كل شيء في سياقه الصحيح. أيضا يمكن للولد أن يوجه إلى شيء ما، ولكن بعد التوجيه لا يأتي بالمطلوب. يعني مثلا تقول له عندما تشرب من الكوب تضع الكوب في مكان عال، لأن أخوه الصغير بيمد إيده يمشدد الكوباية يكسر الكوباية، فكل يوم بتتكسر 3-4 كوبايات، والراجل المسكين كل يومين يروح يشتري كوبايات. اللي بيحدث إن الأولاد لا يلتزمون بهذا التوجيه، تثور ثائرة الرجل لأنه المتضرر والذي يذهب فيشتري وينفق من جيبه، فيترتب على ذلك وجود صراخ، و هو يزعق في الولد، زوجته تقول له ما تزعقش فيه، يقول لها انا ازعق فيه، انا ابوه، تقول له ما انا برضك امه، يبدا المسائل. دائما لابد ان نضع كل مشكله في سياقها الصحيح، لاننا اذا لم نضع كل مشكله في سياقها الصحيح فان الامر قد ينفرط في البيت. اقول ان مساله الغضب لابد ان يكون احيانا وان يكون لمصلحه ولضروره، ولكن أن يكون الأصل والغضب والصراخ، هذه مسألة قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة.